انت مش محتاج ال 10,000 يورو. لا 12,000 يورو دلوقتي. اخيرا هتتعلموا في اوروبا ببلاش. كمل الفيديو لغايه الاخر. في الفيديو ده من الاخر هتعرف ازاي تقدر تيجي اوروبا وتدرس فيها من غير ولا مليم. هي كلها لعبه كده فهلوه، وفي طريقه وفي مكان في اوروبا يجيبك من غير ما يجبرك على انك تدفع فلوس. السكه دي جامده قوي قوي ببلاش. يعني ايه بقى معلم اصلا التعليم ببلاش؟ بصوا كده نبذه سريعه. التعليم اصلا يا جماعه هنا في اوروبا بيكلفك فلوس، سواء الجامعه بتطلب منك فلوس او سواء الاقامه والسكن والاكل والشرب ومش عارف الجوده كله، والسكن بيكلفك فلوس. استنى قبل ما تكمل، بص انا يا جماعه ما حدش بيعمل لايك خالص على الفيديوهات، فانا ما بعرفش الفيديوهات دي انتوا عايزينها ولا كله في البلح. فلو سمحت لو عجبك الفيديو والموضوع بتاع الفيديو ده اصلا تبعك وعجب دماغك، دوس لايك على الفيديو وعرفني في التعليقات انك انت بتحب النوع ده من الفيديوهات. دوس لايك لو عجبك الفيديو. انا ليه بقول لك ببلاش؟ لانك انت عندي انا هنا في البلد اللي انا فيها في المانيا، لو انا عايز اجي ادرس من مصر لازم بعمل حاجه اسمها حساب مغلق. الحساب المغلق ده يا ريس للجديد اللي ما يعرفش اي حاجه عن المانيا، انت لازم تحط مبلغ وقدره من اليورو في حساب باسمك انت هنا عندي في المانيا، والمانيا تعمل عليه بلوك اكاونت. يعني ايه بلوك اكاونت؟ يعني من الاخر تقفله لك، مش من حقك تصرف ولا مليم لغايه ما توصل المانيا علشان تبدا الدراسه. اول ما تبدا الدراسه هنا في المانيا وبتعيش في المانيا بتبدا تصرح لك انك تاخد مبلغ وقدره من الفلوس بتاعتك انت الشخصيه اللي انت دافعها في الاول علشان تعيش بيها. يعني من الاخر كده هما حاسبين حياتك ماشيه ازاي وهتمشي وهتكلفك قد ايه ايجار وسكن علشان يضمنوا انك انت ما تنامش في الشارع حضرتك. الكلام ده في المانيا. طب اجباري؟ اجباري، ما ينفعش اصلا الجامعه توافق او السفاره توافق انها تطلع لك الفيزا من غير الحساب المغلق ده اللي هو البلوكت اكاونت. الحل بقى اللي انا جايبه لك ده وازاي يا اسلام ببلاش هو في الحساب ده، ودي مشاكل كتيرة قوي بتقابل ناس مصريين وعرب، ان هما بيبقوا عايزين يجوا يدرسوا في المانيا بس مش مع الماده، الفلوس عامله له مشكله، ما بيعرفش من حاجه، بيقعد يشتغل في مصر يحوش 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 ويتعلم المانيا على امل ان ربنا يفرجها ويجي في يوم من الايام يعرف يقدم على الفيزا وتتوافق عليها بالمبلغ اللي هيحوشه. او في ناس بقى بتبيع اراضيها، في ناس بتبيع ذهب، في قصه. طيب الحل بقى ان انا جايب لك طريقة بتخليك تيجي تدرس في أوروبا بس من غير الحساب المغلق أساسا. أنت مش محتاج ال 10,000 يورو. لا 12,000 يورو دلوقتي. في النمسا مش محتاج اللي هو لا يعني. النمسا أنت مش محتاج فيها اللي هو البلوكينج أكاونت. لا مش محتاج، بس هم عايزين يعرفوا مصدر الفلوس. بالظبط 10,000 يورو حاجة. مش كل الجامعات على فكرة في ألمانيا. مش في كل الجامعات يعني الجامعه الحكومه نفسها مطالبه المبلغ ده لازم تعمل، بس ما فيش كلوز اكاونت. يعني كلوز اكاونت لا نخلي في ديجندورف ما تعملوش كلوز اكاونت. في دوسلدورف في ديجندورف مش معمول له كلوز اكاونت. تاني حاجه النمسا مختلفه عن المانيا في حاله واحده بس اللي هي انت ازاي جيت على النمسا؟ انا فيزا طالب دراسه يعني بدرس ماستر. اضطريت تعمل كلوز اكاونت ولا لا؟ لا مفيش كلوز اكاونت، هو طالبين منك مبلغ معين تحطه وتثبت ان المبلغ ده انت جبته ازاي، بس حاجه سهله جدا. مبلغ كام يعني معين؟ في حدود 11,500 يورو او 12,000 على حسب سعر العمله يعني دلوقتي. ايه ده يعني في كلوز اكاونت؟ مش كلوز اكاونت، هم حاسبين كل سنه السنة مثلا الطالب هيقعد فيها في النمسا هيصرف المبلغ الفلاني. جميل. يعني مثلا بمقام هيصرف 800 يورو في الشهر. هل هو شرط؟ طبعا. مش هتاخد الفيزا في النمسا؟ لا لازم يكون الفلوس موجود. في اكسبشنز ممكن تحصل على حسب بقى اللي شغال في النمسا برضه؟ على حسب اللي شغال في الماجستيرات، هي برضه البلاد دي يعني انت اضطريت تحط 11,000 يورو يعني؟ طبعا روي. طبعا بما عدلهم مصري، مش 11,000 يورو بما عدلهم مصري يعني. حلو، لو ما كنتش عملت الحركة دي لا هتيجي هتبقى تصرف ازاي يعني؟ سؤال، كان هم هيوافقوا على الفيزا؟ لا طبعا. بس مش ده اللي انت فهمته لي. لا يبقى انت فاهم غلط. هي النمسا زي المانيا، بس المانيا الفرق كلوز اكاونت بيقفل لك ويصرف لك، بيقفل عليك الاكاونت انت تمضي ويقول لك بص انت على ورقه هو يتحكم في الفلوس، انت كل شهر هيوصل لك 875 يورو بس. طب والنمسا؟ حاسبها الاكل. طب والنمسا نفس الكلام، بس مفيش كلوز اكاونت. يعني بمعنى ايه؟ في الاول هتحط المبلغ اللي هم عايزينه،
هم عايزين 11000 وكسور. 11000 وكسور دول حطيتهم وقلت لهم جت ازاي، ايا كان بقى بعت شقه، بعت حمار، بعت عربيه، بعت اي حاجه وترجع، وممكن بس ممكن ترجع تاخدهم كلهم تاني من اول جديد. ده بعد ما بتاخد الفيزا تاني يوم روح اسحبهم من البنك عادي جدا. بس اهم حاجه الترانسفير يبقى باين في البنك اكاونت ان في ترانسفير من الشخص ده اللي بعت له مثلا الشقه، باين الترانسفير في البنك اكاونت. بس اثبات، بس كده اثبات، يعني انا معايا الفلوس دي، اه انا جبت الفلوس دي. لكن مش لازم على فكره الاوروبيين، اصل في المانيا في حاجه تانية، في المانيا كده بس من غسيل الاموال. لا اصل في المانيا في حاجه تانية، المانيا لازم انت تبعت لبنك والبنك يفتح لك حساب باسمك وتحط الفلوس والفلوس تعمل عليها لوك. لا لا النمسا مفيش كلام، ما عشان ده كلوز اكاونت، لكن النمسا مفيش كلوز اكاونت. فانت بتحط بس فلوس تثبت مبلغ حوالي 11000 يورو ولا كام؟ 11000 وكسور، 11500. وشكرا على كده، وشكرا. بعد ما تستلم الفيزا تسحب تستلم. اسحب فلوسك تاني يعني من الاخر ساعة. ممكن تستلم فلوس دي من حد وترجعها له تاني. كله بيعمل كده تقريبا، اصلا تلات ارباع الناس اللي بتدرس في النمسا عاملين كده بجد والله. مين واحد جبت لكم حاجه ايه جهنمي صغير عنده 20 سنه مصر كلها هتبقى في النمسا من بكره بعد الفيديو ده. بس لازم يعني مثلا اللي مش هيطلع يدرس بالانجليزي لو هو مش درسته انجلش يعني واحد تجاره انجلش او مثلا درس هندسه بالانجلش يجيب بما يعادل اللي هو في اللي هو درس الدراسه بتاعته بالانجلش تمام. وانا ما بنصحش بكده، انا بنصح ان هو يجي بالالماني لان ده هيوفر له احسن. اللي جاي مش جاي يدرس، جاي ايه ده تلات جاي هيص جاي هيص اللي جاي جاي هيص جاي يقعد مش جاي يمشي. لا وكده كده انت هتعيش في المانيا او النمسا، انت كده كده هتحتاج المانيا يعني فلازم المانيا من الاخر. لازم النمسا بقى غير المانيا كمان في حاجه. طب سؤال، انت لازم تخلص انت اتسفاي بس طالع من مصر وانا معايا الاتسفاي بكمل انا بقى بي اينز بيتس فويس اينز على حاجه دراستك محتاجه بس ايه؟ اقل حاجه الاتسفاي يعني مش هم ما بيطلبوش غير لازم يكون معاك شهاده الاتسفاي. الاتسفاي تكون واخدها من جوتا او اديكا أيوه؟ اللي هو المركز الثقافي النمساوي اللي هو او اس دي بس كده، يعني ما حدش يروح ياخدها من تلك او اس دي استرايس ريزرلاند دويتش. يا جدع يا جدع بلاش يعني تلك، عشان تلك ما يمشي في المانيا ما يمشيش في النمسا. يا عم من الاخر لو عايز تروح النمسا استلف استلف كلم اسلام الراوي يستلف يستلف 10000 يورو ويرجعهم تاني يا عم اي ويخلص ويخلص الايتس فاي وشكرا على كده ويقدم يا باشا و 2000 جنيه والماني ويجي يشرفنا يقف يمشي جنبنا. طب ولو حد كمان تبعك سالك في حاجه على حسب التخصصات انا اعرف نفيده يقدم في جامعه ايه ما يقدمش في جامعه ايه كمان، عشان في ناس عندها اكسبيرينس الجامعه دي بتطول. يعني انا مثلا في لينز دي عشان ترد عليك بتقعد سنه اوف سنه عشان ترد عليك، لكن جامعه زي انسبروج انا كنت في انسبروج الاول بعد شهر بالظبط ردت عليا قالت لي ابعت ورقه، بعت الورق يا جماعه اللي برقى. محتاج حاجه يكلم الراوي او اسلام دول عمالقه عمالقه الدراسه في اوروبا. انت كده لبستني الشعب مصر كله يشرفونا يا صاحبي واحنا ما بنقصرش مع حد، بس اللي يجي يجي جاهز ما يكونش جاي وراه مواويل يجي مع العروسه يجي ما يدورش. بص بقى يا معلم، بعد ما بتخلص رحت النمسا تمام، وبعدين عملت الشغل بتاع الدراسه بتاعتك قصدي، وبدات في الدراسه وخلصت حتى الدراسه او في نص الدراسه، حابب بقى انك ترجع تاني المانيا. نفترض انك انت عايز تيجي المانيا تكمل دراستك فيها، يعني خلصت مثلا سنه في النمسا وبعدين عايز تكمل الباقي في المانيا نفترض يعني، او عايز تشتغل في المانيا او خلصت دراستك وعايز تيجي. لو عايز تكمل دراستك في المانيا يبقى هنا لازم تنطبق عليك شروط الدراسه بتاعت المانيا، يعني هتضطر تاني تشوف حوار الحساب المغلق ال 11000 يورو لكل سنه، فهتبقى مشكله تاني. طيب الحل بقى ايه؟ انك انت ممكن تخلص دراستك في النمسا تبقى زي الفل على فكره، وجامعاتهم برضو حاجه فخمه جدا يعني، وبعد ما تخلص في النمسا تقدر انك انت بقى تقدم على شغل هنا في المانيا. لما تقدم على شغل ويجي لك عقد يقدر ان هو العقد ده يطلع لك اقامه جوه المانيا بحيث انك تعيش في المانيا وخلاص يبقى شغلك هنا عندي في المانيا. بس على فكره الكلام ده مش على المانيا بس، الكلام ده على اي دوله في اوروبا، يعني مش لازم المانيا تحديدا، بس انا بتكلم على الناس اللي هي عايزه تيجي المانيا. فانت ممكن تخلص دراستك في النمسا، شهاداتهم معترف بيها كتير جدا، حاجه عمليه جدا لدرجه ان انا حتى عندي في الشغل كمان في ناس كتير قوي مخلصه دراستها من النمسا، يعني في المان اصلا مختلطين مع النمساويه في الجنسيه، يعني واحد الماني يبقى مثلا امه نمساويه وابوه الماني، عارف في كده كتير قوي، وفي نفس الوقت بياخدوا الجنسيه الالمانيه برضه عشان الاب، وبيعيشوا وبيخلصوا حاجاتهم في النمسا وبييجوا هنا. مثلا الاوبشن التاني بقى هو ان اصلا النمسا اصلا مرتباتها في بعض الوظائف اعلى من المانيا. شوف الفيديو اللي انا كنت عملته لك مش عارف فوق هنا بخصوص حته المرتبات دي هتعرف التفاصيل ايه.
لكن لو عايز نصيحتي انا في الموضوع بصراحه، يعني طالما ان النمسا فتحها لك بابها من غير فلوس ومسهله لك الموضوع، فانت في حته جامده جدا في اوروبا، وشهادتك في حته برضو معترفه وحلوه كويسه. خلص فيها الجامعه وبعدين انجح فيها، خد شهادتك محترمه زي الفل برضو بالالماني معترف بيها 100 100، وابدا قدم على شغل في اي حته في اوروبا. ولو عايز تيجي مثلا المانيا تعال بيها وهيبلوك وهيعترفوا بيك وهتاخد وظيفه زي الفل، مش لازم تكون خريج المانيا بالذات. يعني فكروا في الموضوع ده، لان النمسا دي بجد انا شايف ان هي حل خزعبلي للناس كتيره قوي في مصر عندها مشكله في حته الفلوس. فانت سلك نفسك.